برضه حاجة تانية، أنا يعني بضم صوتي لضم سكان المدينة بهذا الخصوص. نقطة مهمة جدا، يا ريت يبقى في مشاريع جاذبة للسكان عشان تنمي المدينة، لأن المدينة مدينة سكنية ما فيهاش أي نوع من أنواع الترفيه ولا مشاريع ترفيهية ولا مشاريع جاذبة للسكان للناس أو للمولات جاذبة، اللي هي ديت بتميز كل المدن الجديدة. يعني الشروق في النقطة ديت بصراحة ضعيفة جدا، وده أعتقد سبب أساسي لكساد الشروق والإقامة في الشروق وسكن الشروق. طيب. يعني ما فيش أي مشاريع ترفيهية، مشاريع أي مشاريع خدمية، كل دي مشاريع، يعني فندق، يعني فندق 5 ستار 4 ستار، مناطق ترفيهية، سينمات، مولات على غرار المولات اللي موجودة في التجمع، يعني لابد ان يبقى دي كلها مشاريع. انا شايف، لان انا ده تخصصي برضه، انا دكتور مهندس وده تخصصي، اعتقد ان ده محتاج ان احنا ينمي الشروع عشان يجذب الناس، لان طول ما هي سكنية بحتة اعتقد ان برضه لو الخدمات كلها موجودة ومتوفرة دي مهمة جدا، نقطة مهمة يعني لابد تخصص. شكرا شكرا دكتور محمد.